ايه الاخبار؟ كان معاها البنت دي بعد ما سابت كنتاكي بسبب المقاطعه، فاجئتنا ان هي سربت لنا سر عمايل الكول سلو بتاعت كنتاكي، وبما ان احنا مقاطعين مش هنشتريها منه تاني، فانا بصراحه كنت مدمن الكول سلو بتاعت كنتاكي كتير قوي، كنت بدخل اشتريها لوحدها. فانا هجرب الطريقه دي عشان لو فعلا نفس بتاعت كنتاكي هتبسط جدا. اول حاجه اجيب صينيه، واول حاجه هستخدمها الجزر. انا هستخدم بالظبط نص الكميات اللي هي استخدمتها. هبشر الجزر كويس، بعد كده هبشر ما يعادل نص بصله. ما عيطتش كده بقالي كتير. بعد كده هبشر نص الكرنبايه دي، يعني هبشر نصها بالظبط. بعد كده اجيب بوله هنزل فيها كل الكلام ده. بعد كده ربع كوبايه لبن. طبعا يا جماعه انا مبسوط جدا ان انا كل المنتجات اللي بقيت استخدمها دلوقتي منتجات مصريه 100%. بعد كده نص كوبايه اي نوع مايونيز، انا استخدمت النوع ده، مش عارف النوع ده حلو ولا لا، بس اول مره اجربه. حط ما يعادل نص كوبايه. بعد كده رشه سكر ورشه ملح ورشه فلفل اسود. هعصر على الكلام ده كله ليمونه، وبعد كده ابتدي ان انا اخلط كل الكلام ده مع بعضيه لغايه ما يندمج تماما. طبعا مش عايز اقول لكم ان هي من دلوقتي ريحتها كول سلو، بس يعني لما ندوق. طبعا يا جماعه مش عايز اوصف لكم ريحتها عامله ازاي. بصوا بصوا بقت عامله ازاي، نفس بالظبط بتاعه كنتاكي. بصوا نفس الملمس اللي هو تحسوه جوسي كده وكل حاجه. يعني هي على الحقيقه اصلا افتح من الفيديو بكتير. انا مش عارف ليه الفيديو مطلعها غامقه. دلوقتي بقى في حاجه انا نسيت احطها، وهي كانت تكون من اهم الحاجات، وهي الخل. المفروض نحط ما يعادل ربع معلقه خل او حاجه. انا هحط كميه صغيره قوي بس كده مثلا، هرجع اقلبها تاني. وكده زي ما انتم شايفين تكون خلصت. بصوا يا جماعه كريمي ازاي وجوسي كده ومليانه مكونات. ودلوقتي هبتدي ان انا ادوقها عشان اقول لكم فعلا هل هي نفس طعم الكول سلو بتاعت كنتاكي ولا طعمها مختلف. طبعا انا اتمنى من قبل ما ادوق ان هي تطلع نفس الطعم، وانا حاسس ان هي تطلع نفس الطعم ان شاء الله. فنقول بسم الله. جماعة ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ هي اقسم بالله نفس الكول سلو بتاعت كنتاكي بالظبط، ويمكن دي احسن وانضف كمان. طعمها كل حاجة فيها مظبوطة. مهما اقول لكم مش هوصل لكم هي طعمها عامل ازاي. ف 100% انصحكم ان انتوا تجربوها في اقرب وقت ممكن. ما تنساش تعمل لايك وشير ومنشن لصاحبك او الشخص اللي هتجرب الكول سلو الجامده بتاعه KFC دي معاه. اي خدمه.